شكرا سيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سيد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، سادة رؤساء الهيئات المستقلة، سادة الحضور الكريم، نشهد اليوم اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة المكلفة دستوريا بإنجاز مسار العدالة الانتقالية، مسار العدالة الانتقالية الذي يضمنه أحكام الدستور، وهو التزام دستوري محمول على كافة السلطات في الدولة والسلطة القضائية إحداها، وفي انتظار تقرير الهيئة ونتائج أعمال مختلف لجانها، سيظل القضاء متعاهداً بالملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والمتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما في حكمها من ملفات شهداء وجرحى الثورة طبقاً للقانون. زادهم في ذلك الضمانات المكفولة دستورياً للقضاة في أن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير قانون، وتكوين مستمر يتلقونه في مجال العدالة الانتقالية، وسيقوم القضاء بدوره ليبلغ مسار العدالة الانتقالية مداه في إطار عدالة غير تقليدية هدفها كشف الحقائق قبل كل محاسبة وتحميل المسؤوليات قبل العقاب وتقديم اعتذارات قبل المصالحة لطي صفحة الماضي والمرور بسرعة نحو مناخ جديد يسمح بتنقيط المجتمع من رواسب الماضي والمضي نحو نظام ديمقراطي تشاركي يكون سرحا منيعا ضد عودة الانحراف بالسلطة نحو دولة المؤسسات، دولة الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيكون قضاؤنا بإذن الله في مستوى الأمانة، وسيتحمل العبء الثقيل الذي حملته إياه هيئة الحقيقة والكرامة، إنفاذاً لأحكام الدستور والقانون، ولإتمام المسار دون نزعة انتقام ولا تشفي ولا تعسف، مع مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة يكفل فيها حق الدفاع لمرتكبي الانتهاكات ومبدأ التقاضي على درجتين ما أمكن ذلك، ولكن مسار يضمن أيضا للضحية الحق في كشف الحقيقة، محاسبة الجلادين وحقه في التعويض عما لحقه من ضرر. والدعوة موجهة للجميع، سلطات وأفراد ومجتمع مدني، للنائي بالمسار القضائي لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما في حكمها عن كل تجاذب، ولوضع ثقتهم في القضاء والكف عن تشكيك في تعامله مع هذه الملفات، لنسمح لبلادنا بطي صفحة الفترة الانتقالية بسرعة وغلق الملفات، ملفات قد تبقى مفتوحة إذا لم يبلغ هذا المسار مداه. أتمنى أن يغلب علينا صوت الحكمة، صوت المسؤولية. عاشت تونس، والسلام عليكم ورحمة الله.